نروح لاتصال اخر ونقول مساء الخير والعافيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، كل عام وانتم بخير. بخير وانت صح بالف خير وسلامة. للجميع ان شاء الله. من وياي؟ وياك ساره حمود. ساره حمود. ايه ساره، عرفت اليوم على شنو نحكي ولا لا؟ لا والله. نعم، احنا اليوم مو موجوده. اليوم نحكي على الاعتذار، ونحكي دائما بهاي المناسبات نستغلها بمصالحه ومعايده الناس اللي زعلانه علينا او الزعلانين علينا او اللي احنا زعلانين عليهم. اكو شخص كنتي منتظره العيد حتى تعايدي والصالحي؟ والله هواي هي ناس، يعني هسه حاليا مثل ما تقول صارت الاعياد بالتليفونات، بعد نعم. الناس قامت ما بيها حل تطلع، ما صح تواصل الرقم عالم السرعه قطعي. يعني عالم السرعه. اي والله صح كلامك، يعني الناس تغيرت مو مثل قبل. قبل ايام قبل حلوه الاعياد. زين عايتي سارة، عايتي شخص زعلان عليك من خلال التليفون أو من خلال رسالة أو من خلال رحتي لهم للبيت؟ اي اي اكيد. واستقبل الموضوع بكل رحابة صدر ولا هم بالبداية انه يعني؟ لا 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 لا، برحابة صدر. زين انت الموضوع. سارة انت صريحة ولا مو صريحة؟ لا صريحة. تمام، منو سبب الزعل، انت لو هم او الشخص اللي زعلان عليك؟ لا والله هم، بس انا بادرت. عافية عليك. زين شنو حابة توجهين رسالة للناس اللي بيناتهم زعل أو الناس اللي ما يسامحون؟ والله الدنيا ما تسوى والأيام يعني متعددة. صح. وحلوة صلة الرحام فعلا، وكل اللي زعلان يروح يصالح ويقرب الناس إليه فعلا. شكرا لك يا سارة وشكرا لاتصالك، وعيدك مبارك مرة ثانية، وأكيد تنتظرين نهاية الحلقة، وأكيد اسمك رابح ويانا ويا جوائزنا المقدمة من مركز سيما بيوتي للعناية بالبشرة والتجميل. شكرا لك.